ما حكم قول القائل للآخر جمعة مباركة؟ هذا ليس فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو دعاء، والأمر في مثله واسع، كما قال الإمام أحمد في التبريكات على الأعياد: إن ابتدرني أحد وقال لي أو دعا لي رددت عليه، أي بمثل دعائه، وأنا لم أبتدر أحدا. والمسألة فيها وجهان لأهل العلم، والظاهر أن الأمر يسير في مثل هذه الحال، والله أعلم.